صباح زكريا. وي سي مومو. صباح النور اخويا بخير. صباح النور خويا كتبحتي مزيان. صباح زكريا كلشي بخير. اخيرا شديتك اخويا. مرحبا اخويا مرحبا. اخيرا شديتك شحال من عام وانا كنعاني معاك ولكن يوم شديتك. مرحبا اخويا مرحبا. عادي عادي. اخويا تنسلموا على الاخت اسماء منور تنقولوا لها تبارك الله عليك. يحفظك اخويا شكرا. والله يوفقك في المسار ديالك والله يوفقك داكشي اللي بغيتي. اخويا مومو انا بغيت نقول ماشي رجوله الدري ولدي جاد نيتو جاد علاش عنده 3 سنين تقريبا قرب يكمل 3 سنين في شهر 7 يكملها بغيت نقول له ماشي رجوله لحقاش نيتي بغي شي حاجه تيقول لي بابي بالرجوله نيتي ما نجيبهاش لي تيقول لي هذه ماشي رجوله ودوك انت تقول لي هذه ماشي رجوله تقول لي بالرجوله تصبح ناعس بزاف وهو معايا دابا وما بغاش يهضر معاك داكشي اش ما بغيت نقول قلت ليه انت ماشي رجل تسلم عليه ما كاين مشكل تسلم عليك حتى هو هذه اخر حاجه كنت كنتظرها شي واحد يعيطنا على قبل باش يقول ماشي رجل لولدو ولدو ماشي ولدي راك ماشي تهلا في اخويا تهلا في اخويا الله يكبر فيك شوفك كيف ما بغيت اخويا الله يحفظك شكرا الله يوفقكم والله يعاونكم الله يحفظك اخويا واش مبروك اخويا زكريا حمزه صباح الخير مومو صباح النور خويا لاباس عليك اخويا لما كتقول ماشي رجل الصباح بعدا تنسلموا عليك اخويا مومو على ايس راديو كامل من الصغير حتى الكبير من الباب من الدرج حتى الفوق اخاي وعلى اسماء المنور راك نورتينا اختي هذا الصباح هذا بارك الله فيك ميرسي اخويا مومو بغيت نقول ماشي رجل لواحد السيد علاش جر معاك ما بغاش يعطينا البنيه اخاي لا لا دابا المشكل اخي مومو شتي خطبتيها وباشر عليك ما قبلش نوينا الحلال اخي وزعما قلنا نديرو الرجوله ساعه ما طلعش راجل هو علاش ما بغاش اسكت نسيب ما بغاش وصافي قال لك ما نعطيش بنتي دابا مازال باغيها هو قال لك تقرا وهي باغيها وكلشي بغا كلشي فهمتي هو صبر صبر سي فري كو عندك حق اسكت دابا عندك يولي نسيبك شنو انت راه غتقرا غتكمل ولا كانت كتبغيك وانت كتبغيها تستنى شي شويه عامين وتمشي تخطب يقول لك عقلتي فاش قلتي مع مومو كانت بلا ما راس مال منور داكشي اللي كاين اختي اسمع داكشي اللي كاين تنقول لها من عندكم ان شاء الله تنقول لها سيماء غير صبري وراني ما نفاكش وخاصك تكوني معايا راجل ما يكون غير الخير شنو زعما صبري معايا صبري كوني معايا راجل صبري معايا وتوقف معايا راجل ترجلي شيماء معاه ترجلي راجل شيماء تسناي تسناي السيده وقراي وكملي قرايتك وكل خير اخويا شكرا حمزه ناديه صباح الخير الو صباح الخير مومو صباح لاباس عليك صافا الحمد لله واش راك مباركه بعدا انا وعليك على اسماء المنور كنقولها برافو عليك على هاد سميتو اللي دارت برافو 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 ميرسي لما كتقولها انت يا انا كنقولها لسيدي الرجي علاش علاش هذيك قصه طويله دونك الراجل اللي كيخرج ما كيقولش لمراتو انا فين غادي ما والو في الاخر كتقول له فين غادي كيقول لها انا غير تحت 20 مينوت ولا 10 مينوت غادي نطلع كيف كنبقى جالس المراه جالسه كتسنى دونك كيمشي هو تخيل من 9 حتى لديك ال 11 عاد داخل دونك ما كيجي ما يهضر معاك ما يقول لك لا سمحي لي لا انا فين مشيت لا والو كيجيني شان كيتخشى في راسو كينعس من 9 ل 11 هذيك كنقول له ماشي رجوله من 9 الصباح 11 الليل لا من 9 الليل من 9 الليل 11 من 9 ل 11 يلاه يدير قهوه يلاه يمشي يشوف صحابو واخا ما يقول لك والو ما يقول لكش انا غادي انا خارج لا والو لا يقول لك ولا وغير تفهموا تفهموا الله يسامحك قولي عليه قولي عليه تفهموا باش تنظموا الامور ديالكم باش تنظموا الامور ميرسي مومو الله يصاوب الله يصاوب امين يا ربي صباحكم مبروك ميرسي سلام عليك سلام عليك اسمك تعجب جي صداع لناديه هي تعجب جي صداع مسكينه انا ما هضرتش على اللي مزوجين انا هضرت على اللي قبل بيفور غيرين ميريت مازال ما تزوجوش واخا اوكي سامارش الاكت اللي كيدار الفعل اللي كيدار هو اللي كيتقال عليه وما طلعتيش راجل معايا ولا ماشي رجوله هذه ماشي